كلاسيكو الجزائر كان بهذه الأجواء بملعب عمر حمادي ببلوغين بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. المباراة كانت تحت إدارة الحكم جمال حمودي، وكل الأنظار كانت موجهة لهداف الشبيبة إبوسي. أنصار المولودية في وقفة حضارية يعزون عائلة شباب بلوزداد، ودقيقة صمت ترحما على المناصرين اللذان توفيا في تنقلهما الأخير لمناصرة الشباب. البداية كانت لأصحاب الأرض مولودية الجزائر التي حاولت أن تفرض سيطرتها منذ بداية اللقاء، لكن الشبيبة لم ترضخ لذلك. ومع بداية اللقاء تغيير اضطراري لغربي الذي أصيب وخرج من المباراة وترك مكانه لسايح. الشبيبة هي الأخرى حاولت أن تؤكد قوتها عن طريق الهداف إبوسي، وسايح في أول لقطة له يفعل ما تشاهدون بالكرة ويسمح ليحيى شريف من أن يسجل أولى أهدافه مع فريق مولودية الجزائر أمام فريقه السابق شبيبة القبائل. المدرب أيد جودي حاول أن يجد الحلول عن طريق هذه الفرصة لسيد أحمد عواج الذي كاد أن يعدل من خلالها النتيجة. المولودية هي الأخرى حاولت أن ترد، وسايح ويحيى شريف، لكن مليك عسلة دائما في المرمى. بعدها مرة أخرى الشبيبة تعاني من التحكيم، لمسة يد واضحة، زغدان تصطدم بيده الكرة، والشبيبة تطالب بضربة جزاء. اللقطة واضحة وضوح الشمس. أنا في الجهة اللي كنت فيها شفت أن يد المدافع هو اللي خرج الكرة، ولكن عموما فيه كما يقول لك أهل الاختصاص يتكلموا عليه. مرة أخرى الشبيبة تلعب وتخسر. الشوط الثاني كان أكثر قوة وعزيمة من فريق شبيبة القبائل، وماضي يضيع أولى الفرص. الشبيبة حاولت أيضا عن طريق هذه الكرة والرأسية العكسية لجمال بلعمري. بعدها الدور كان على مولودية الجزائر، يحيى شريف يراوغ بالعمري، وأنصار المولودية والفريق يطالب بضربة جزاء أو مخالفة حسب تقدير الحكم. المولودية لم تنل لا ضربة جزاء ولا مخالفة. ليختتم اللقاء وسط روح رياضية كبيرة بين اللاعبين. مقابلة صعيبة، يعطيهم صحة جي اس كا باسكو داروا ان بون ماتش. جو بونس كو على فيو دو لا بروميير ميتو اون ميريتي نوت فيكتوار. عموما انا بقدر ما اني يعني اليوم فرحان بالمجموعة، ولكن نقول ان الفريق مازالوا في اللمسة الأخيرة.